ست اكواب لبن طيبه، كوبين ماء مثلج، ملعقه صغيره ملح. بدك تسويه من لبن طيبه العيران. ايوه. وثلج شو اسمه؟ ثلج طازه. ابو عون احكي لي. شو احكي لك؟ شو بدك؟ الدورق هذا اللي حاطه هناك عشان تحطه على تبع السلطه. هذا عند تقديم السلطه يا ابو يا معلمنا. طيب تعرف الفرق بين العيران والشنينه؟ انا بعرف شو بده يسوي العيران. اوكي، بده يسوي العيران من اللبن، من اللبن الرايب. الشنينه شنينه بنعرفها صح؟ يمكن العيران فيه اضافات شوي اكثر من الشنينه. بالعكس سهل جدا، راح تشوف كيف. والله لبن طيبه. تفضل. اكيد اللبن الطعم اللي بنحبه. العلبه اللي فتحناها اللي استخدمناها لمين؟ نقعنا فيها شويه موزات. صب لك شنينه. هسه يبطاها. الله يعطيك العافيه. حنستخدم اليوم خلاط العملاق من طيبه، من سونا تحديدا. هو خلاط ضخم جدا وقوي جدا. طبعا. جميل. اضفنا لبن، اضفنا المي. انت اخذتنا بدوك. حطينا لبن، حطينا ثلج. مي ثلج. حطينا مي ولبن وملح. هاي طبعا اضافه من عندي هاي. نعنع. تفضل. اوكي. ثلجات. نعمل لنا خلطه صغيره اول شيء. بسم الله. يا عيني. طولي بالك. هاي حطينا ثلج عشان يصير بارد. بس مشروب برمضان حلو. وسمعت انه شو اصبه؟ طبعا. ايوه هذا الكاسات. انا بتشرف انك تصبه. الله يسلمك. لبننا جاهز. اذا الخصومات فقط على الاونلاين. واهلا وسهلا فيكم جميعا. لبن عيران الطريقه التركيه. هو صراحه بجوش نعنع، بس انا ضفت له نعنع لانه احنا الشعب الاردني بنحب النعنع. شاي بالنعنع، كل شيء بالنعنع. صب يا بطاطا صب. احد لبن عيران مع الرغوه من لبن طيبه مع الرغوه. يا طبعا الرغوه اساسيه فيه. هيك يعني نقدر نسوي رغوه لحالها. هسه في ناس بيضيفوا لها ملعقه حليب باودر وبيخلطوا شوية لبن وبصير في رغوة. بس هذا كثير مناسب مع الأطباق اليوم احنا عاملينها.